انا جيت هو راس قاصح حدا فوا انا راس قاصح كنت نازل هنا كنت نازل الله اكبر الكود ديال التليفون غادي تقولي بلي واحد عادي جوج بدلو على قبل يعني كاينه شي حاجه ثلاثه التليفون ديالو هذا كيدير اللي بغا ما عنديش مشكل انا اصلا دابا مو التليفون بلا كود ما ديرش الكود فيه انا هو الا عطاو الاختيار تبدل حاجه وحده زينب شنو غادي تكون صحيه الراس ما كنعترفش بلي زيغ هي هذيك صحيه الراس فهمتي حتى هو راس قاصح دابا انا راس قاصح كنت نازل هنا كيف نازل الله اكبر كون كان عنده الاختيار امين غيختار الفلوس ولا الفيزيك ديال كريستيان حيت وانا باس عليه راه سي نورمال خصها كتبان كيبان ديستانغ من جهه الفلوس كيبان زعما عنده فهمتي ما بوتي ما محتاجش البوتي ما بوتي عطانا الله وحسن كريستيان حبان الله شويه بالزين شنو هي الحاجه اللي كتخلع امين الو اليشان لي شيان تاعهم نسيتهم لي شيان كنخاف منهم لي شيان ماشي كنخاف منهم بحال مثلا خديت شيان صغير وربيته ما نخافش منه حتى انا مجري عليه كلب ملي كنت صغير كنت غادي ندير لاطا الخبز في الفران ويجري عليا طحت لي الخبز وكليت عصام هاد الواليده ورويناك عليه فيقاتك زين في الليل قالت لك جاني الجوع طيب ليا شي حاجه واش واحد غاد نوض طيب ليها شنو بغات جوج تنوض طيب راسها النيت ثلاثه غادي دير راس ما سمعتي والو اصلا ما كنعرفش نطيب انا يا اول انا نقدر نبقى النهار كامل بلا ماكل ما كنعرفش نطيب شنو هي الحاجه اللي ما يسمحش عليها امين كتباتها برافو حملش انا بنادم يطيح لي الباطي يقول لك درتي شي حاجه وانا ما دايرهاش كون دايره عينيه كيخرجوا شنو كان لو ديسان انيمي بريفيري ديال زينب ملي كانت صغير الله يتكينا بلادنا هم هم كنا الماكله شنو هي اول تخاصمه ديالك مع زين جامي ما كنفوتوش 24 ما كنفوتوش ميم با تخاصمو كدوز واحد نص ساعه وكنتصالح سوا كتجي لي انيسياتيف من عنده سوا من عندي المهم حتى كنا عارفين حنا ديجا عارفين هادشي علاش حيت حنا راه متزوجين مده ماشي يلا 3 شهور ولا 6 شهور ولا 7 شهور من 2018 سي فري ما تزوجنا دغيا تعرفنا دغيا تزوجنا هاد 3 مو درنا لاكط وابخي في العرس درنا في الصيف مي هادشي اللي متزوجنا تعرفنا بزاف خرجنا ولكن انا مابقاش عندي دراري صحابي ما بقاش عندي واحد جوج كنتلاقى مع مراه في شحال ولا كذلك